النشره ديال اللوبيا بسيطه بزاف، يعني هاد الشفاده ديال اللوبيا خضراء كترافق بزاف مع المشويات سواء السردي المشوي ولا الكفته ولا هاد الدجاج هذا ولا كوكلي. عندنا كيلو ديال اللوبيا الخضراء كنقيوها كنحيدوا لها داك الخويات اللي فيها وكنقسموها على جوج، يعني خاصها تكون شويه كبيره، كنقسموها على جوج كنفوروها كنغسلوها ونديروها في الكسكاس. كتفور ما خصهاش تسلق في الماء، واخا يعني الا تسلقات في الماء شويه كتجي شويه كتشرب الماء وكتجي شويه الريحه ديالها شويه مجهده. واخا كنفوروها في الكسكاس، هذاك الكسكاس كنسدوه بالسلوفان مزيان ولا بلاستيك وكنفورها فوق برما، يعني تقريبا واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع، يعني راه دغيا هي كتفور. ملي كنفوروها كنخليوها كتبرد، يعني الا شرملناها غادي شويه تعجنها نخليوها حتى تبرد، وكنديروها في مقله. هذاك الكيلو كامل اللي فورنا كنديروه في مقله وكنزيدو عليه واحد البصله كتكون شويه كبيره، كتكون مقطعه مشلضه مربعات، مقطعه مربعات، معلقه كبيره عامره ديال المعدنوس مقطع رقيق، هادشي في مره واحده يعني مقله. وندير اللوبيا فوق منها البصله مقطعه مربعات رقيقه، معلقه كبيره ديال المعدنوس ونص ضامه ديال البنه ديال الغنمي كتبقى اختياريه، نص ضامه والملحه والبزار والكمون، يعني ثلاثة ديال الحوايج الملحة والبزار والكمون، واحد جوج معالق كبار ديال الزيت عادية. وكنديرها فوق النار كتكون مجهدة، يعني بحال اللي بغيت نسوطي الكروفيت ولا شي حاجة، كنديرها فوق النار كتكون مجهدة وكنبقى نحرك، يعني تقريبا واحد ستة دقايق حتى لسبعة دقايق. كنبقى كنحرك خاصة هذيك البصلة ما تطيبش، لأن إلا طابت غادي تطلق لينا الماء، خاصة الشلاضة تبقى فيها هذيك البصلة. يعني غير 6 دقائق تقريبا على ما كيندمج البصله مع البزار وكامون والملح وهذاك المعدنوس وكنطفي عليها، ما كتحتاجش طيب بزاف، خاص البصله تبقى كابطه في راسها شويه صافي، وكترافق مع الشوا كتجي رائعه. كنتمنى السيدة تجربوها لان راه كتجي بنينه بزاف بزاف. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. وعندنا شلاضه ديال كورجيت، يعني ديما حنا كنديرو زعلوك، زعلوك كنديرو بالدنجان، انا اليوم نعطيكم زعلوك بالدرعه الخضراء. الدرعه الخضراء واخا. عندنا نص كيلو ديال الكورجيت، من احسن ديك الكرعه الصغيره رقيقه، كنغسلوها كنحيدوا لها هذاك الطريبيش ديالها الفوق من التحت، وكنقشرها غير واحد شويه وكنديروها تفور، يعني نص كيلو ديال الكورجيت كنفوروها هكذا قصاينه حتى هي، كنسدوها بالسلوفان وكنفورها واحد نص ساعه تقريبا، وكان ملي كتفور كنديرها مباشره في مقله، وكنزيد عليها معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك، معلقة صغيرة مطيشة الحك، ومعلقة كبيرة ديال المعدنوس مقطع رقيق، ومعلقة صغيرة ديال الزيتون الأخضر حتى هو مقطع رقيق بزاف، شوية ديال الملحة، شوية ديال البزار، شوية ديال التحميرة، وراس معلقة سكنجبير، يعني سكنجبير كيعطي واحد المذاق زوين لهاد الشلاضة، راس معلقة ما نكثروش بزاف، راس معلقة سكنجبير، وشوية ديال الكمون، وشوية ديال الزعفران ملون، غير راس معلقه هكا ولا غير واحد شويه، وزيت العود ما كنديروش زيت عاديه غير زيت العود، وشويه ديال الهريسه، وثومه غبره راس معلقه ثومه غبره ولا جوج حبات هكا محكوكين، ولا كانت كبيره غير حبه وحده، ونديرها فوق النار. انا كنخلط وانا كنمعك هاد الكورجيت، يعني درنا الكورجيت مفور زدنا عليه مطيشه ديال الحك، معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، معلقه كبيره ديال المعدنوس، معلقه صغيره ديال الزيتون الخضر مقطع رقيق، شويه ديال الملحه والبزار والتحميره والسكنجبير والكمون والزعفران وزيت العود والهريسه والثومه غبره ولا حبه ديال الثومه. انا كنحرك فوق النار متوسطه وانا كنمعك هاد الكورجيت، يعني خصني نمعكو ونخلطو مزيان باش كيجيني بحال زعلوك. كنخليه تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقه وانا كنحرك صافي، وكنطفي عليه حتى كنحسو بين ذاك الماء اللي طلق، لان هذا الكورجيت كيطلق الماء وخا فورناه حنا كنحركو والماء كيطلق الماء حتى كتنشف مزيان وما تبقاش تلصق لينا مع المقله، صافي كنطفي عليها. وشلاضه بارده وزوينه كنخليها كتبرد، شلاضه زوينه، وكنقدموها مع هاد الشوا ديال الكوكلي ولا الدجاج. مازال عندنا صبيعات بالدنجان كيجيو رائعين. فعلا عندنا جوج دنجالات كنقشروهم وكنقطعوهم اصابع غلاط شويه بحال اللي بغينا نقليو بطاطا، ولكن كتكون غليظه على البطاطا. وكنسلقوهم هاد الاصابع ما كنفوروهمش، كنسلقوهم كنسلقوهم في الماء والملح ورق سموسه وجوج حبات ديال الثوم، يعني واحد جوج دنجالات كنقسموهم على جوج، ديك الدنجاله كنقشرها ونقسمها على جوج ونديرها صبيعات.
كندير الملحه ورقه موسه وجوج حبات ديال الثوم وكنسلقوهم مزيان وكنصفيوهم، يعني ما خصناش نسلقوهم حتى كيتعجنوا وما خصهمش يبقاو هكذاك ما طايبينش، يعني كنسلقوهم هما مسلوقين وقابطين في راسهم هاد الصبيع. وكنوجد شرموله ديال الحوت، يعني تبارك الله السيدات المغربيه تحت قالت راه ما شاء الله كلشي كيدير شرموله ديال الحوت، القزبون معدنوس الثوم العطريه زيت العود الزيتون، يعني كلشي تقريبا العطريه ديال الشرموله ديال الحوت، وكنمرمد هاد الصبيعات في هاد الشرموله. يعني كنحاول هاد الصبيعات كنشرملهم مزيان وكنخليهم واحد ربع ساعه تقريبا، من بعد كنهز هاد الصبيعات هادو بالشرموله ديالهم كنفندهم في الطحين، نغمسهم في البيض ونفندهم في رقائق الذره مطحونين كتكون مطحونه، وكنقليهم في زيت سخون، يعني ما كملاش حتى جوج دقائق ولا دقيقه دغيا كيتحمروا، وكنحطوهم هكذاك الصبيعات مقرمشين، وفاش كتاكليهم ما كتعرفيش بان راه دنجال، يعني بحال شي حوت ولا شي نوع من الحوت. مع ديك الشرموله ديال الحوت فعلا كيغير المذاق ديال الدنجال، ديال الدنجال كيجيو رائعين وبالصحه والراحه. يعطيك الصحه.